طيب احنا بقى ده كباريه هنعمل نفسنا مستعبطين بس عشان التصوير والكادر وكده. نلبس نظاره ولا من غير؟ بصي 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 كده قبل نظيره تحفه جدا بس حلوه والله. وهلبس ماسكه ما علينا. انا كنت بقول ايه، مش بحبها، انا بقول الحاجه كده ارتجالي. احنا عايزين نعمل اللوحه بتاعتنا النهارده بشكل مختلف شويه. طب هو هيكون ببص كده ليه؟ المفروض ابص ليه؟ طيب مختلف ازاي؟ فكر ان احنا نعمل جزء اللي هو زي شكل المرايه لما بتبقى موجوده في الزرع. فهنحط هنا نعمل منظر ممكن شكل بيضاوي او ممكن اي شكل كده. الجزء اللي في النص ده بقى نعمل اللي هو السماء والسحاب وكده، والاطراف الزوايا كلها تبقى زرع زرع وممكن ورد وحاجات كده. نبدع بقى. ماشي فيلا بينا. مسخره. فيلا بينا. دلوقتي هنشيل اللزقة. لسه كمان.